للمزيد من المتابعة والتحليل بتنضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتورة نور الشرقاوي، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي. أهلا بك دكتورة نور، وسأبدأ معك من الأحدث والأجدد. طبعا أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، ما معنى هذا وما الذي سينوط بمصر فعله إذن؟ والله مصر مش جديد عليها الريادة في دولة أفريقيا. طبعا الاتحاد الأفريقي، احنا لسه طبعا تم انتخاب الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 إن شاء الله. إنه الاتحاد الأفريقي هو بيتكون من 55 دولة بتربطنا بيهم جميعا علاقات قوية، وبالتحديد ال 11 دولة اللي هي دول حوض النيل. مجموعة هذه الدول بتربطنا بيها طبعا علاقات قوية. مصر كانت رائدة في هذه العلاقات وكان لها زعامة في القارة السمراء منذ القديم، بداية من 1954 وإنشاء الجمعية الإفريقية التي مقرها في الزمالك في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر. وكان مصر ليها الريادة وكانت بتقوم بدور فاعل في مساعدة هذه الدول من التخلص من الاستعمار، وأيضا كانت بتقوم بدور تثقيفي وتعليمي من خلال بعثات بتبعثها إلى القارة الإفريقية لنشر عملية التثقيف والتوعية والتعليم. يمكن أغلب القادة الأفارقة تقريبا درسوا في مصر، فكانت ليها الريادة والزعامة. يمكن كمان لو يعني من الحاجات اللي بتشهد على ريادة مصر في أوغندا، هنلاقي في العاصمة الأوغندية موجود صورة كبيرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ولو سألتي أي حد من الموجودين هناك هيقول إن هو هذه صورة لزعيم إفريقيا. تمام. كانت العلاقات قوية جدا في أواخر السبعينات أو بداية الثمانينات تقريبا. ابتدت العلاقات بشبه نوع من الهدوء بين مصر وبين القارة الإفريقية. يعني هنا وفي عذرا للمقاطعة، ولكن يعني هنا العام المقبل في 2019 في مثل هذه الأحوال، حينما بتتولى دولة معينة رئاسة الاتحاد الإفريقي، يعني ما المفترض أن يكون عليه هذا العام مصريا إفريقيا 2019؟ والله هو في مجموعة حاجات كانت تناقشها القادة في الاجتماعات المغلقة، وكان من أهم الحاجات دي اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، واللي هي بتضم ثلاث تكتلات إفريقية. طبعا التجارة البينية ما بين مصر وما بين الدولة الإفريقية، سوري القارة الإفريقية، حوالي 2.5% من التجارة العالمية المصرية. اتحاد التكتلات الثلاثة ده كانت تمت دعوته لقمة شرم الشيخ في 2015 لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. دي طبعا هتزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية من 12% إلى حوالي 30%، وهتسهل تيسير التبادل السلعي اللي هو بيمثل أكثر من نصف إنتاج الدول هذه القارة. وأيضا هيسهل من تيسير حركة الأموال، رؤوس الأموال وحركة البضائع بين دول القارة، وهيساهم في نشر يعني التقدم الاقتصادي والتكنولوجي في جميع أنحاء القارة الإفريقية. طبعا احنا بنقول احنا بعد ثورة 30 يونيو عادت لمصر تاني الريادة والزعامة في القارة الإفريقية. يمكن الرئيس السيسي يعني عمل على تدعيم العلاقات ما بيننا وما بين كثير من الدول الإفريقية وعودة هذه العلاقات لأكثر من زار أكثر من 10 دول. يمكن ما كانش حد من الرؤساء السابقين كان زار هذه الدول أو سبق له زيارة هذه الدول قبل كده. وبعد كده ابتدى توطيد العلاقات ما بيننا، فتحنا مدينة البحوث والعلوم لإعطاء منح تاني للطلبة الأفارقة، وعملنا زي الاتحاد للطلبة الأفارقة لرعاية هؤلاء الطلبة هنا في مصر. طبعا المفترض ان
الفترة القادمة إن شاء الله هيكون في تعاون كبير جدا مثمر ما بين مصر وما بين الدول الإفريقية، حيث أن قارة إفريقيا هي قارة غزيرة بالموارد الكثيرة سواء في باطن الأرض أو على السطح. قارة إفريقيا لديها من الموارد الطبيعية الكثير جدا، يعني 40% مثلا من احتياطي الماس العالمي، 25% من احتياطي الذهب، 80% من احتياطي البلاتينيوم، بتمثل برضو عندها احتياطي 12% من احتياطي النفط العالمي، 10% من احتياطي الغاز الطبيعي. فهي ثروات طائلة شجعت كثير من الدول الأوروبية إلى الدخول إلى القارة والاستثمار فيها. فهنلاقي في استثمارات كثيرة جدا في الفترة اللي كان فيها يعني تقريبا عزلة مصرية إلى حد ما في الفترات الأخيرة ما قبل 30 يونيو، هنلاقي في استثمارات لدول كثيرة زي روسيا، هنلاقي استثمارات للولايات المتحدة الأمريكية، استثمارات لإسرائيل، هنلاقي استثمارات كمان للصين بأكثر من 200 مليار دولار. طب طبعا هي القارة إن شاء الله يعني الاتفاقية هي جاذبة للاستثمارات سواء عظيم. حضرتك ذكرتي والاستثمارات في أرقام، طبعا استعرضتي ما هي القارة يعني أو ما تشتهر به القارة أو غنى مواطن أو كمون الغنى للقارة الإفريقية بالضبط، ولكن كان أحد المتحدثين الأفارقة ذكر أنها مسرح لكل الصراعات. حضرتك ذكرتي بأنه جميع الدول بتتصارع للاستثمار فيها، إلى أي مدى هي بتحتل قبلة الاستثمارات أو بتصفيها كما وصفها القائل في كلمتي بأنها مسرح للصراعات ربما؟ تمام. هي طبعا عانت كتير الدول الافريقيه في خضم الاستعمار في السنوات السابقه لحد ما تحررت من الاستعمار، ولكن هو احنا المدخل دلوقتي يمكن شعار القمه هو مكافحه الفساد من اجل تنميه مستدامه تؤدي للتحول افريقيا لحاله تنميه ان شاء الله وحاله استقرار. لكن هي القصه كلها ان فيها فعلا صراعات دائمه. دايما هنقول ان مدخل التحرير الاقتصادي يعني الشعب الذي لا يملك قوته لا يملك ارادته، بدايه التحرر الاقتصادي افريقيا بان دولها تبقى دول تكنولوجيا واقتصاديا متقدمه، ده هيسبب في انهاء كثير من الصراعات الحاليه في القاره. فالدخول من المدخل الاقتصادي في الوقت الحالي والتعاون، خاصه ان في دول في القاره الافريقيه بقت دول من المتقدمين، دول متقدمه اقتصاديا كثير، فاعتقد ان التوازن ده ما بين مجموعه دول افريقيا والدخول من مدخل اقتصادي تحريرها اقتصاديا سيؤدي الى تحريرها سياسيا وسيؤدي الى انهاء غالبيه هذه الصراعات. نعم. تمام. يمكن نعم. احنا يعني امبارح كان في قمه ثلاثيه طبعا ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا ونظيره الرئيس السوداني ورئيس اثيوبيا. نعم. الحمد لله في القمه اسفرت طبعا عن مفاوضات طبعا اثيوبيا والسودان. اعتقد ان الحمد لله رب العالمين عادت العلاقات تاني ما بيننا وما بين اثيوبيا والسودان بشكل قوي، وكانت طبعا المفاوضات يعني كما يعلم الجميع عن موضوع سد النهضه وعن موضوع حصه مصر من مياه النيل. اعتقد ان حصه مصر بالمياه النيل هي حصه معروفه طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدوليه، وان الدوله الشقيقه هم يعني المباحثات كانت في اطار وصول لحل وسطي يرضي جميع الاطراف، يعني الدوله الشقيقه اثيوبيا تصل لمأربها من بناء السد وفي نفس الوقت لا يمس هذا بحصه مصر من المياه. يعني اعتقد انه في كان الخبراء قالوا ان في مفاوضات في هذا الشان، والمفاوضات دي ممكن توصلنا لحل بسيط جدا. يعني احنا بنتكلم في ان اثيوبيا بتحتاج حوالي يعني بتفكر انها تخزن في السد حوالي 74 مليار متر مكعب من المياه. الخبراء بيقولوا ان ممكن تبقى نص الكميه دي بتوصلها لنفس المعدل الطاقه المطلوب او الطاقه اللي هي عايزه او تحصل عليها من اقامه السد، وايضا ممكن انها تطول فتره التخزين، فده هيؤدي الى ان مش هيحصل مساس كبير بحصه مصر من مياه نهر النيل. فطبعا المفاوضات امبارح الحمد لله اسفرت عن عوده العلاقات تاني ما بين مصر بشكل قوي والسودان وما بين مصر طبعا واثيوبيا، واحنا مصر اصلا التجاره البينيه بينها وبين الدول الافريقيه لا تتعدى 2.5. طبعا ده بسبب البنيه التحتيه لقاره افريقيا، طبعا محتاجه تطوير كامل. طيب. سواء في المطارات. طيب. طبعا يمكن في مبادره من المجلس. نعم. هو طبعا يعني وتمخضت لجنه وزاريه ايضا بين الجانبين المصري والسودان.
السوداني لحل جميع القضايا العالقة. نعم كل هذا بنتابعه، ولكن هنا أيضا لتعضيد ويعني دعم ما تقولينه دكتورة نور، توحيد القارة أو ما يسمى بإنشاء سوق النقل الجوي الموحد، وهو طبعا أحد أهم الموضوعات المهمة المطروحة على طاولة النقاش. يعني ماذا نفهم من هذا العنوان مشروع نقل جوي موحد، ولماذا تأخر حتى الآن أيضا؟ والله هو يمكن كمان مشروع الاتفاقيه بتاعه التجاره، منطقه التجاره الحره الافريقيه برضو تاخرت. يعني هو يمكن بتاخد شكل انه توقيع اتفاقيات، ولكن حيز التطبيق، الدخول لحيز التطبيق بيحتاج شويه ترتيبات على ارض الواقع. يعني المطارات وعمليه النقل سواء الجوي في افريقيا، البنيه التحتيه نفسها محتاجه لشويه تطوير تكنولوجي عشان تهيئ لسوق نقل متكامل. يعني احنا في اعداد قبل تطبيق مثل هذه الاتفاقيات، لازم يكون في اعداد قوي جدا وتنظيم واصلاح للبنيه التحتيه. يمكن في المجلس الاقتصادي بيرعى كانت مبادره في الفتره الاخيره لتطوير المطارات في قاره افريقيا، لان هي اكيد البنيه التحتيه فيها يعني لسه محتاجه تطوير وتنميه علشان خاطر نقدر ندخل بالاتفاقيات دي كلها لحيز التنفيذ والتطبيق الفعلي. أنا بس يعني طبعا استكمالا لكلام حضرتك وعنوان القمة وهي مكافحة الفساد، كيف ستكون مكافحة الفساد لتعضيد هذه الفكرة سريعا دكتورة نور، وسلميا كما وصفها ممثل الصومال أيضا سريعا؟ تمام، انه طبعا في كتير من طبعا في صراعات في كتير من الدول الافريقيه. يمكن مكافحه الفساد مصر كان ليها في باع طويل في الموضوع ده وتجربه، يعني المفروض انها هيتم نقلها طبعا للقاره الافريقيه في مكافحه الفساد، لانه الفساد تقريبا في غالبيه دول القاره بيستشري الى العنق نتيجه يعني كتير من العوامل الموجوده سواء لضعف الاقتصاد او طبعا ضعف للأسف وقتي انتهى للأسف الشديد، لنا أحاديث أخرى بالتأكيد. دكتورة نور الشرقاوي عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على الهواء.